لبسي وبعدين احط السماعه. قولها لي فوي. احنا بقالنا اسبوع بنقول بس واجب بقى بنرد. سيب اللي يرن يرن. طب مش جايز تكون ماما؟ ماما؟ ممكن. الو؟ اهلا يا ابراهيم افندي. الله يبارك فيك. ايوه موجود. الو؟ ايوه ابراهيم افندي. ازاي؟ الحمد لله يا بيه، كله تمام. المكتب عال وكلنا بندعي لك بدوام الصحة. ربنا يقويك يا احمد بيه، ربنا يقويك. ايوه بس انا وقعت زبون سقع وبرشمته في مقدم الاتعاب. بكره فندم القضية في المحكمة الكلية دايرة 11. لا اطمن، بكره من بدري حكوا في المحكمة. مع السلامة. يا سلام على ابراهيم افندي ده، جدع بشكل. احسن واحد يشكل الزبون ويجيب رجله. ده ايه بقى الشغل بتاع بكره ده بقى؟ واحنا حبيبتي مش متفقين نقضي اسبوع عسل وبعد كده نبتدي الشغل؟ ارجو خيرك بسرعه يا حبيبي. لا لسه فاضل الليلين. معقول؟ ده انا ما كنتش واخده بالي. طيب ما دام خدت بالك ما تيجي جنبي بقى. غريبة إننا متجوزين بقالنا أسبوع ولسه بنتكسف من بعض. هو دايما أولاد العائلات الكبيرة بيبقوا كده. ولا يعني تخش اطراف الفاضيه ما اعرفش فيها حاجه. هتوحشني يا حبيبي. حياتك ما تقولهاش بحنيه قوي لحسن نرجع في الكلام واقعد تاني. ها؟ من انتهى بيروح في شربة ميه. طب ما تتاخرش عليا. لا وده معقول؟ اتاخر عليك زي انا حكمت بالقضيه في كلمتين وجاي على هنا على طول. هدفع حسابه اللوكام ده ونطلع على بيت والدتي. عشان نقضي بقيه عمرنا في عسل ان شاء الله. يا حبيبي لما ترجع مش هتلاقيني، لكن هتلاقي شنطتين. هاتهم وحصلهم. انت هتسبقيني على بيت والدتي؟ بصراحة احنا مش هنسكن عند والدتي. نعم. اوعي تكون عاملة حسابك اللي احنا هنقعد عند والدتك. احنا مش هنسكن لا عند مامتي ولا عند مامتك. امال هنسكن فين؟ في رصيف نمرة 5 بتاع فريد شوقي؟ من غير هزار من فضلك. هزار ايه بس؟ احنا مش اتفقنا انا وانت قبل الجواز ان احنا مش هيكون لينا شقه خاصه لوحدينا علشان انا ما عنديش فلوس ادفع مقدم ايجار او خليه رجل؟ حصل. طب لما هو حصل بتطلع عيله وترجعي كلامك تاني ليه؟ حبيبي بالهداوه من فضلك ولعلمك انا لا رجعت بكلامي ولا انت هتدفع مقدم ولا خليه، والشقه جاهزه. الشقه جاهزه؟ ايوه بس انا كنت عايزه اخليها لك مفاجاه. بتتكلمي جد؟ طبعا شقه محترمه مفروشه. انت قلتي مفروشة؟ ايوة. يا نهار اسود، انت عارفة مفروشة يعني ايه؟ يعني فيها عفش يا حبيبي. يا خرب بيتك يا احمد يا نافع يا ابوري، انا قد شوع المفروشة؟ اهدى بس وصلى على النبي. ده انت لو بعتيني انا والقضاء اللي عندي على باب المحكمة ما اجيبش اجرة يومين في شقة مفروشة. قولي بالصلاة على النبي، انت عندك استعداد تدفع كام في الشهر في شقة فاضية؟ 180 قرش. إيه؟ يعني 190 جنيه، 25 جنيه. خلاص هو ده اللي هتدفعه. ليه؟ انت اجرتها من واحد في مستشفى المجانين؟ ابدا، ده راجل طيب وعاقل. شقة مفروشة ب 25 جنيه؟ ده بير السلم بيتأجر أكتر من كده الأيام دي. بقول لك صدقني شقة مفروشة لوكس وفيها توصيل التليفون كمان. نوال أنا حاسس إنك أنت بتدبسيني زي ما حصل يوم الشبكة. أنا حصل مني حاجة يوم الشبكة يا حبيبي؟ أيوه. مش عارف تقولي لي شبكة إيه يا حبيبي؟ ولا يكون عندك هم؟ حاجه رمزيه نجيبها. ولما جينا للجد روحنا للسايخ رحت هبد عليك ب 500 جنيه. اخسى عليك، ايه اللي بتقوله ده؟ انت مستخسر فيا شويه ذهب ب 500 جنيه؟ يا ولد حبيبتي انا عمري كله فداك، بس انت عارفه تجيله غطاء.
انا علشان اعمل فرح ونيجي نقعد اسبوع هنا بعت عربيه ابويا الله يرحمه. اي نعم كانت مليان دركسيون وملهاش عادل ولا كاوتش، انما هي جابت حاجه برضه. معلش بكره تجيلك قضايا كتير وتغتني، ومن حسن حظك الناس زمامها باظت والبلاوي كترت، يعني اطمن رزقك هيزيد. نوال وبعدين احنا مش عايزين نتكلم دلوقتي، خليك فاكر احنا وقفنا لحد فين وبعدين نكمل. ايوه بس هتتاخر على القضيه. قضيه ايه؟ القضيه اللي كلمك عنها ابراهيم افندي. يا نهار اسود القضيه. مش هتكمل الفطار؟ فطار مين؟ القضيه هتروح. انت بتعملي ايه؟ جايه اودعك. انت بتودعيني بالهدوم دي؟ ما صحش. ما دام انت مقتنع ان انا كويسه ولا يهمك كلام الناس. ناس ايه؟ كلام الناس يشوفوك بالطريقه دي بقى. ايه في ايه؟ ما انتش ناسي حاجه. حاجه ايه ده؟ كلام ما تصحش كده. ايش اطلع فوق. طب اقول ايه؟ بعدين يلا يلا يا اسطى. بصل ايه؟ يلا يا سعاده البيت. يا سيدي بتبص على ايه انت وهو؟ يلا يا سيدي. بعدين ده ايه؟ ده لو ما كانش دلوقتي ما ينفعش. احمد حبيبي. نعم. ايه بس؟ بتقول احمد حبيبي؟ انت اسمك احمد حبيبي؟ لا. لما هو لا بتقول لها نعم ليه؟ نعم ليه؟ انت احمد حبيبي؟ لا. طب بتقول لا ليه؟ تقدر تقول لي ازاي هتيجي على الشقه وانت مش عارف عنوانها؟ هات دوس يا سعاده الباشا. الراجل زمانه شلقوه في المحكمة. تخلص القضية يا حبيبي وتيجي على طول. طب اتفضلي بقى على فوق. ويا كزلة ليكي في وش تاني. يا سيدي خلاص. يلا يا عم. يلا يا سيدي. عبد الشافي فيومي. ممكن نتصاحب؟ لا يا عبد الشافي. لا يا عبد الشافي يا فيومي مش ممكن نتصاحب. قلت ايه بقى؟ خسارة. أعوذ بالله. أول ما شاف مراتي عايز يصاحبني. عاجبك كده يا ابراهيم افندي؟ طمن يا معلم. جاي باذن الله. جاي باذن الله. الواد اخويا هيروح عوانت يا ابراهيم افندي. يا معلم تماسك. الله دي لعبتها انا بقى. الحمد لله الاستاذ وصل. مبروك يا استاذ. الله يبارك فيك يا ابراهيم. مبروك يا استاذ. مين ده؟ اخو المتهم. بسرعه يا بيه القضيه هتبتدي. تبتدي مين يا معلم؟ ما انتش جانب المحامي بتاعك ولا ايه؟ أنا الأستاذ أحمد نافع الأبوري المحامي. ما تفهمه يا إبراهيم. فهمته يا سعادة البيت. شوف أما أقول لك لحد النهارده بعون الله ما فيش قضية تتلدي وأنا مش موجود. ما تفهمه يا إبراهيم. فهمته يا سعادة البيت. ما فيش حكم يطلع من محكمة مش على مزاجي. الله ما تفهمه يا إبراهيم. يا بيه إحنا ما قلناش حاجة بس أصل يعني ما فيش يعني. موكلني في قضية يبقى تنام وتحط بطنك تطيح قصيفة. فهمه يا إبراهيم. فهمته يا سعادة البيت. إيه والبيزي